واحد المرة عم النبي أبي طالب واللي هو الأب ديال سيدنا علي غادي يكون تيمشي خارج مكة، وشاف علي والحبيب كيصليو. سولو شو كدير، شنو هو الدين اللي انت عليه؟ قال ليه يا عم هذا اللي بعث به الله الأنبياء والرسل وأنا كندعوك ليه. قال ليه يا ابن أخي انت عارف بلي أنني ما نقدرش نفارق ديني ولا دين آبائي ولا أجدادي، ولكن سير على الطريق اللي انت غادي فيها فوالله لن ترى ما يكرهك وما تكرهه أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته عدد أنفاس أمته. سلام الله عليكم أينما كنتم، مرحبا وأهلا وسهلا مجددا في الحلقة السادسة من هذا البرنامج مع الحبيب. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وأموركم هانية ورمضان ديالكم كيدوز كيف ما نتوما كتمنوا، غير هو فين ما صليتوا ولا ذكرتوا ما تنسونيش من الدعوات ديالكم. خليني ما نتطلش عليكم أكثر ونقول لكم لنبدأ. من بعد البعثة ديال الحبيب عليه الصلاة والسلام غادي يبدا يعرض الإسلام على أقرب الناس ليه. كانت الدعوة إلى الإسلام سرا وحضرا من مفاجأة العرب، أمر شديد بحال هذا ويصعب عليهم ويستسلموا. فكان صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا من كان يثق به، وغادي يبدا بأول شخص إذا كنتوا عارفينه هو سيدتنا خديجة، السيدة الشريفة اللي كان دوز معها لدابة تقريبا 20 سنة. كان ما بيناتهم الزواج المثالي، كانت يبغيها واحد الحب جما وهي كذلك. فأول ما عرض عليه الإسلام بدون تردد غادي تسلم، وأصبحت أو اللي سميت بنصف الإسلام. النصف الأول كان هو سيدنا رسول الله، والثاني هو الزوجة ديالو أمنا خديجة، كانت ديما بجنبه. ووقت ما تعرض لشي أذى خارج البيت من كفار قريش كانت كتصبر وكتهون عليه، ضحت بمالها من أجل الدين وبوقتها وصحتها من أجل الحبيب. كان سيدنا رسول الله جد جد متعلق بها. واحد النهار كان جالس عليه الصلاة والسلام في داره، ويجي جبريل ويقول لي يا محمد غادي تدخل عليك دابة خديجة فأقرئها من ربها السلام. الله مولانا بالعظمة ديالو والجلال ديالو والشأن ديالو يسلم على خديجة. قال ليه وبشرها ببيت في الجنة. كيفاش هاد البيت؟ من لؤلؤة مجوفة لا نصب فيها ولا وصد. لما دخلت خديجة وبشر الحبيب هذا الأمر أن الله عز وجل يقرئك السلام يا خديجة وكيبشرك ببيت الجنة. كيفاش داير؟ سمعوا شنو جاوبات. ما قالتش وعليك السلام، لا، قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. أيه الحكمة والنضج في الجواب. هذا المقام اللي اعطاها مولانا كان جزاء لها على ما كانت كتقدم للإسلام وللحبيب. الحبيب اللي كان كيعيش في الكنف ديالها وكان معها في الراحة والهدوء وما عمره ما شاف منها العيب أو أيا كان. شكون كان كيعيش مع سيدنا رسول الله؟ غلام اللي كانت عنده 10 سنوات واللي هو ولد عمه الإمام علي بن أبي طالب، كان يعيش معاه لأنه في سنة من السنوات غادي تصاب قريش بأزمة مالية، وسيدنا رسول الله غادي يمشي قبل البعثة لعند عمه العباس وقال ليه يا عم راه أبا طالب عنده بزاف ديال الأولاد وكل واحد منا يتكلف بواحد، غادي ياخد جعفر بن أبي طالب، غادي ياخدو عمه العباس، والحبيب خد الإمام علي وعاش في رعاية الرسول وبتربيته قبل البعثة. لما بعث الحبيب غادي يدخل الإمام علي للإسلام بدون تردد، وهو كان أول ذكر من الصبيان لكي يدخل في الإسلام، وكان كيرافق الرسول في أي حاجة وكيتعلم منه الدين. كان بيت كله إيمان ومحبة، وفي الإسلام كانوا لدابة إلا 3 ديال الناس، سيدتنا خديجة ورسول الله وابن عمه الإمام علي اللي كان عنده 10 سنين آنذاك. بدأ الإسلام كينتشر، وزيد بن حارثة كان تيبغي رسول الله، أول ما عرض عليه الإسلام غادي يدخل ليه. فخرج سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أول واحد غادي يبدأ به باش ينشر الإسلام هو صاحبه أبو بكر الصديق، لقب الصديق حيتاش صدق رسول الله. غير هو عرض عليه الإسلام ما غاديش يتردد في الإسلام ديالو، وغادي يكون أول واحد غادي يسلم بدون طرح أي سؤال. وهذا رجع أنه أبو بكر أصلا قبل الإسلام عمره ما سجد للأصنام وحرم على نفسه الخمر وعمره ما ارتكب الفاحشة، وكان صادقا أمينا كريما وكل شيء تعرفه بهذه المواصفات حتى من كفار قريش. غير غادي يسلم أبو بكر غادي يمشي لعند عثمان بن عفان ذي النورين، وجاب الزبير بن عوام حواري رسول الله، والحواري هي كيف كان قال رسول الله خاصتي من أصحابي وناصري. الحواريون هما أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام، أي أخصاؤه والأنصار ديرو. الحواري هو الناصر المخلص. أبو بكر الصديق غادي يجيب عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، وهاد الخمسة كانوا كلهم مبشرون بالجنة. هكذا دخلوا هؤلاء الأشرف في الدين الإسلام، وما كانش مع رسول الله سيف لا يضرب به لأعناق ديالهم ولا يبزز عليهم،
باش يسمعوا ليه، ولا مال او لا ثروه اللي يطمعهم فيها، لا، كانوا تابعينه اللي تبعوه اختاروا الاذى والجوع والمشقات مع اتباع رسول الله، وهذا ما كان الا من هدايه الله لهم، وانه استعط الانوار ديال الدين عليهم حتى عرفوا وادركوا الضلاله اللي هما وسط منها والهدى اللي عليها رسول الله. الاسلام بدا كينتشر شويه بشويه في مكه، وهنا سماهم مولانا السابقون الاولون من المهاجرين. هكذا بدا كينتشر الاسلام سرا، واهل مكه ما حاسينش بشنو واقع. في بدايه الاسلام شرعت الصلاه، ولكن كيفاش تعلمها رسول الله؟ غادي يخرج سيد الانبياء مع سيد الملائكه جبريل الاعلى مكه، وهما بوحدهم غادي يضرب جبريل جناحه الارض وخرج الماء وبدا كيتوضا، وسيدنا رسول الله كيشوف فيه وكيتعلم كيفاش يكون الوضوء. لما سالا غادي توضى رسول الله ولأول مرة من بعد جبريل اللي غايبدا تيصلي معاه، ورسول الله اللي كان تيصلي بصلاة جبريل. من بعد ما سالا وغادي يمشي الحبيب لعند سيدتنا خديجة رضي الله عنها، وبدا كيعلمها الوضوء والصلاة، وكانت مرة أخرى أول من تعلمت الوضوء والصلاة من رسول الله. ولكن الصلاة ما كانش بحل صلاتنا نتاع اليوم، كانت الصلاة كلها غير ركعتان. غادي تعلم الحبيب ويعلم الصحابة، لكن فوقاش غادي تصلى كل صلاة؟ غادي يخرج معاه جبريل عليه السلام ويصلي معاه الظهر لما مالت الشمس، ومن بعد العصر، ومن بعد ما غبرت الشمس المغرب، ومن بعد ما تحيد الشفق صلى به العشاء، وفاش طلع الفجر صلى به. غادي يعلم سيدنا رسول الله الصحابه كلهم وقال لهم صلوا كما رايتموني اصلي. كان الحبيب وقت ما بغى يصلي كيخرج من مكه للجبال وكيصلي لمولانا، وكان اغلبيه الوقت كيدي ولد عمو علي وهو صغير، كيذكر الله مجموعين وكيصلي وكيسبحوا، ما كان يشوفهم ولا يسمعهم حتى شي حد سوى الله. حتى واحد المره عم النبي ابي طالب واللي هو الاب ديال سيدنا علي غادي يكون كيتمشى خارج مكه، شاف علي والحبيب كانوا كيصليو، سولو شنو هادشي كدير، شنو هو الدين اللي انت عليه؟ قال ليه يا عم هذا اللي بعث به الله الانبياء والرسل وانا ادعوك اليه. قال ليه يا ابن اخي انت عارف بلي انني ما قدرش نتخلى او لنفارق ديني ولا دين ابائي ولا اجدادي، ولكن سير على هذا الامر اللي غادي عليه انت، فوالله لن ترى ما يكرهك وما تكره ابدا. وهو يقول لولد علي وانت شنو كدير ولدي؟ قال ليه انا على دين محمد يا ابي، امنت به وصدقته وانا كنصلي معاه. قال يا ابو طالب، قال لولد علي يا بني امضي على ما انت عليه، فوالله لا يدعوك الا الى الخير. وهكذا بقى الحبيب وعلي كيصليو 3 سنين ما بين جبال مكه سرا. هنا مولانا غادي يعطي الاذن للحبيب باش انه يدخل لمرحله واحده اخرى وهي الدعوه جهرا او لا الجهر بالتبليغ. وانزل الله تعالى عليه قوله فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. غيبدا باقرب الناس ليه الاقرباء ديالو من بني هاشم وبني عبد مناف اللي كانوا 45 راجل عمامه ولاد عمامه، غادي يجلسوا معاه باش يخبرهم. ولكن قبل ما غيبدا يتكلم عمو ابو لهب قال ليه يا محمد هؤلاء اعمامك وبنو عمومتك، دع عنك الصبا، ماذا يستطيع قومك ليواجهوا العرب قاطبه؟ يا محمد ما علمت رجلا جاء بابناء ابيه بشر ما جئت به. غادي يتكلم مع سيدنا رسول الله بطريقه اللي كانت بذيئه. رسول الله غير سكت. لما سال ابو لهب غادي ينوض ويساليو المجلس، غادي يجمعهم مره اخرى مره ثانيه، وغادي يتكلم رسول الله قبل ما يتكلم اي واحد. هو الاول غادي يحمد الله ويتشهد ويقول يا قوم والله الذي لا اله الا هو اني رسول الله لكم خاصه والى الناس كافه، لا تموتن كيف تنامون ولا تبعثن كيف ما تستيقظون، فاما جنه ابدا او لا نار ابدا. غادي يقول لي عمو ابو طالب يا ابن اخي والله ما احد من الناس احب الي ما تقول مني، فامضي لما امرت به، امضي على دعوتك، فوالله ما غاديش نمنعك ما بقينا، ولولا نفسي لتطاوعني على فراق دين عبد المطلب لاتبعتك، ولكن ما غاديش نمنعوا الناس منك وما غاديش نمنعوا منك الناس. ابو لهب تزير وما عجبوش الحال وقال والله انها السوء خذوه قبل ان ياخذ غيركم. غادي يجاوب ابو طالب وهو تيغوت عليه والله لنمنعن الناس عنه ما بقينا ابدا. غادي يسالي المجلس وغادي يعرف رسول الله بلي ان ابا طالب غادي يكون ليه السند في الدعوه ديالو، وهنا غادي تبدا الانطلاقه ديالو بالدعوه جهرا
كيفاش كانت هاد الدعوة؟ كان عند مكة واحد الطريقة في الإعلام، إذا شي حد فيهم بغى يعيط على أهل قريش كان تينادي بكلمات اللي كانوا معروفين، كان تيمشي للصفا فين تيكونوا مجموعين الناس. سيدنا رسول الله غيمشي للصفا ويطلع ليه وقال وصباحا وصباحا، وهادشي باش كان كينادي عليهم باش أنهم يتجمعوا. يا معشر قريش يا معشر قريش، بداو كيتلفتوا، تيبان ليهم محمد، تيبان ليهم الصديق الأمين واقف، كلشي تيسول شنو غادي يكون. وهنا بدا كيسميهم بقبيلة قبيلة، يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، حتى داز على القبائل كاملهم. غادي يتجمعوا عليه حدا الصفا، واللي ما قدرش يحضر فيهم تيصيفط شي حد يجيب ليه الخبر. وهنا غادي يقول لهم عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أخبرتكم أن بالوادي تريد أن تغير عليكم كنتم مصدقي؟ زعما لو أخبرتكم باللي أنه جيش غادي يدخل مكة دابا تيغير عليكم، واش غادي تصدقوني؟ قالوا ليه ما جربنا عليك كذبة، غادي نصدقك يا محمد. قال لهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا جيت أنذركم من عذاب جهنم. شنو كتقول؟ يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني الزهرة أنقذي نفسك من النار، لا أغني عليك من الله شيئا. وبدأ كيخطب هذه الجملة لكل قبيلة بسميتها، حتى وصل لعمامه وسمى بعم بعم. من بعد غادي يشوف بنته فاطمة اللي كانت أقرب الناس ليه، وقال لها يا فاطمة سليني من مالي ما شئتي، طلبي مني الدنيا ديالي نعطيها لك، لكن أنقذي نفسك من النار، لا أغني عليك من الله شيئا، لا أغني عليك من الله شيئا. حيت يوم القيامة حتى شي حد ما غادي ينفع الآخر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. غادي يسكتوا أهل مكة من هادشي اللي تيسمعوا. عمو أبو لهب غادي يقول تبا لك سائر اليوم، هادشي علاش جمعتينا؟ وهنا أنزل الله عز وجل قوله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نار ذات لهب. والقصد بن حمل الحطب هو المشي بالنميمة، وحمالة الحطب هي مرات أبي لهب، حيتاش كانت كتقول على رسول الله الأكاذيب. هنا بدأ الجهر بالدعوة من طرف سيدنا رسول الله، وما بقاش كيصلي في السر، بدأت كتسخر منه قريش واستهزؤوا به في المجالس ديالهم، وكان إذا داز عليهم تيقولوا هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء. لما بدأ كيعيب الآلهة ديالهم وسفها العقول ديالهم، وقال لهم والله يا قوم لقد خالفتم دين أبيكم إبراهيم. المشركين غاروا على الآلهة اللي كانوا كيعبدوها لآباء ديالهم، ما عجبهمش الحال، ولكن ما قدروا يديروا والو. والسبب أنه عم رسول الله أبو طالب كان دير واحد الحاجز ما بين النبي والمشركين باش أنهم ما يقدروش يأذيه بشي سوء. أبو طالب ما سلمش، ولكن كان تيحمي رسول الله من المشركين، هذا ولد خوه اللي ما يقدرش يخلي شي حد يأذيه. فاش تقلقوا قريش غادي يصفطوا واحد الوفد لأبي طالب، وقالوا ليه بلي أنه ولد خوك سب الآلهة ديالنا وعيب لينا وضل الآباء ديالنا، ودابا يا إما تحبسوا علينا أو لا تخلينا منه ليه. غادي يجاوبهم بأدب فردهم ردا جميلا، وغادي يرجعوا في حالهم. غير رجعوا مرة أخرى وقالوا ليه يا أبا طالب جيناك باش تحبس ولد خوك ولم تفعل، راك شفتي شنو تيدير بينا وبين الآلهة ديالنا. يا أبا طالب يا غادي تحبسوا علينا أو لا غادي نعديوك معاه، والحرب راه ما بيناتنا، يا إما نموتوا أو لا نتوما تموتوا. أبو طالب ما عجبوش الحال، عيط على رسول الله وجلس عنده وقال ليه ولد خويا أهل قريش جاوني وقالوا لي هادي وهادي وهادي، وأنا ما بغيتش نبين العداوة بيني وبينهم ونفرق ما بيني وما بينهم. أعرف بلي أنه عمه طلب منه باش أنه يتنازل. قال الحبيب يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أنني نترك هذا الأمر أو أهلك بدونه والله ما تركته. رجع في حاله الحبيب وعيناه تدمعان، غيعاود يعيط لي عمه وقال لي يا ابن أخي تعال. قال لي افعل وقل ما تحب فوالله لن يمسنك أحد بسوء. غادي يفرح الحبيب ومشتي باللغدين الله، ما تسوقش الكيد المشركين، وعمه ما علنش الإسلام ديالو ولكن حمام المشركين. وهذه هي كانت حلقتنا الليلة، دمتم في رعاية الله وحفظه، بصحتكم الفطور، سلام سلام.